أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم استلامه كتابا من النائبين شعيب المويزري ومحمد المطير يطلبان فيه سحب استجوابهما الموجه إلى سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بصفته. هذا وأكد الغانم استكمال الاستعدادات لافتتاح دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي 15 والذي سيشهد النطق السامي لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سنتشرف إن شاء الله غدا بحضور حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد رعاه الله في افتتاح دور الانعقاد الثالث اللي نتمنى إن شاء الله أن يكون دور الانعقاد إيجابي ومثمر، وسنستمع يوم غد إن شاء الله إلى النطق السامي، وبالتأكيد سنستفيد منه ونعمل بمضامينه. بعد الجلسة الافتتاحية سنبدأ الجلسة الأولى لدور الانعقاد، ووفق جدول المال اللي وزع على الأخت والأخوة الأفاضل النواب يبدأ باستجواب رئيس الوزراء، ومن ثم استجواب الأخ رياض العدساني لوزير الدولة شؤون مجلس الأمة عادل الجار الله، وبعدها يتم التصويت على إسقاط عضوية النواب دكتور جمعان الحربش ووليد الطبطبائي. بالنسبة لبعض الأسئلة اللي تثار عن الآراء القانونية والدستورية في موضوع إسقاط العضوية سأتحدث عن الإجراءات، أما الرأي القانوني والدستوري أعبر عنه كنائب في تصويتي. أما الإجراءات فإنه وفقا للمادة 16 من اللائحة سيتم التصويت على إسقاط العضوية وإسقاط المنفردين كل نائب على حدة، وإسقاط العضوية أي نائب يحتاج إلى موافقة الأغلبية التي يتكون منها المجلس ناقص العضو اللي في حق طلب الإسقاط. فالأغلبية المطلوبة لإسقاط أي من العضوين هي 33 صوت مع الإسقاط، ما عدا ذلك من امتناع أو عدم مشاركة أو غيره لا يحسب من ضمن الأصوات المطلوبة لهذه الإجراءات. كرئيس اتخذ كل الإجراءات بعد التشاور مع أخواني أعضاء مكتب المجلس والخبراء الدستوريين. قد يكون لي وجهات نظر معينة في بعض الإجراءات، لكن لا أستفرد برأيي أو أفرض رأيي على الآخرين. أخذت الرأي الجماعي من مكتب المجلس ومن الخبراء الدستوريين، وهذه الإجراءات التي ستتبع إن شاء الله يوم غد. فيما يتعلق بالاستجوابات كلكم عارفين الإجراءات الدستورية، يعني لا هو أول استجواب ولا هو بغريب عليكم يعني.